غرت في داهيه. غرت؟ مشيت. على الله انت سعيد. لا 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 اهدى فخر بشويش. محدش يقول لي اهدى. انا بقول لك اهو هتيجي تغطس معايا تعالى، مش هتيجي خليك قاعد. ايه حلو الكباب؟ طب دوق الطحينه. الطحينه حلوه برضه. وبعدين بقى؟ بقالهم ساعتين عمالين يزلطوا في الكفته ولا حد معبرنا. عامل لك ايه؟ ما انا شغال اهو. شغال بتعمل ايه؟ عمال بغمز لهم بقالي ساعتين، وفي واحده ابتدت تركز معايا. انهي واحده؟ اللابسه بنك دي. دي؟ لا لا فخرا انا بدات اتوتر والنتاج قربت تيجي. ولا 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 مش وقت عايا هنا خالص. لا انا بكلمك بجد يا فخر، انا حاسس ان ضغطي مش مظبط. حاسس ايه ده؟ ايه تعلي صوتك، علي صوتك يمكن نكسب تعاطف. ايوه صح صح. انا ضغطي مش مظبط خالص يا فخر، حاسس اني دايخ. لا لا يا بطل اهدى كده، احنا داخلين على بطوله، تعال اما اقيس لك الضغط. يلا. وش 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 وش. لا اله الا الله. خير يا دكتور؟ قلقتني. انت شغال ايه يا ابني؟ ضغطي عالي ولا ايه؟ ضغطك عالي جدا، ضغطك 10 على 10. وده ملوش علاج؟ لا الحمد لله، العلم دلوقتي تقدم ونقدر نعالجك. يعني تقدر تعالجني يا دكتور؟ قوي قوي. ارفع لي ايدك كده وش وش، ايدك التانية وش وش. ها احسن دلوقتي؟ احسن كتير يا دكتور. انا متشكر جدا حبيبي، ربنا يخليك. مفيش فايده يا سيد، محدش خد باله. خلاص خلصنا وجبة العشاء بتاعتنا، معاكم أيوهات؟ أكيد. طب يلا نقوم نلبسها عشان عندنا إحماءات في البسين، يلا. عن جد؟ أيوه، عن جد.